السلام عليكم، طابت اوقاتكم بكل خير. 9:30 موعد معتاد لاخر شوط، اللي لياقته جيده واللي عنده استعداد يبحث المستجدات في الكره السعوديه نرحب فيه ونحييه، وان شاء الله مع هذا الخميس والويكند خميسكم فله ان شاء الله والكثير من المواضيع. بالنسبه لي لما تجي اخبار مفرحه على المنتخب انا متفائل باذن الله بهذا المنتخب انه ممكن ان شاء الله يسوي لنا شيء في التصفيات القادمه وباذن الله يصل الى كاس العالم. اليوم في اخبار حلوه عن المنتخب السعودي وانه ما راح يلعب ان شاء الله في ايران كما صدر في مارس، وراح يختار مكان اخر واجتماع جيد على مستوى المباريات. لا شيء يطغى طبعا على مباريات الجمعه والسبت، واللي احنا محظوظين اللي ما ينتمي لا للهلال ولا الاهلي ولا الاتحاد والنصر، اللي يحب يتفرج كوره حيشوف فرق كبار راح تتنافس على ارضيه الملعب. بالتاكيد سنسلط الضوء على ما قاله المدربون وكذلك اخر استعدادات الفرق لهذه لتلك المباراتين، واخيرا الاشياء اللي هي واجب علينا، ما نحبها كثير لكن هي واجب علينا لانها من النظام والعداله، الانضباط والاستئناف. اليوم كان لهم حديث وكان لهم قرارات فيما يخص مباراه الاتحاد والحزم وكذلك مباراه الاهلي والهلال. الى العناوين. كلاكيت ثاني مرة لقمة الدوري، والاتحاد والنصر يبحثان عن إنقاذ الموسم، وزكي الصالح يضع طلبات مارفيك على طاولة اللجنة الفنية، الاستئناف ترفض احتجاج الحزم، والانضباط تكمل مسلسل الصرامة. حياكم الله من جديد متابعينا. بالتأكيد مواجهات الجمعة والسبت ستعيد لنا الإثارة على أرضية الملعب. نحن محظوظون أن يتقابل الهلال والأهلي مرة أخرى بعد قمة الدوري، هم أيضا في قمة البحث ما بين بطل الدوري أصبح الآن الأهلي، والهلال بطل الكأس ومن منهما يتأهل للمباراة النهائية. الاتحاد والنصر كذلك في جدة يوم السبت، لم يكن موسمهما بالجيد، أمامهما فرصة إنقاذ هذا الموسم بتحقيق أغلى البطولات السعودية. خلونا نتذكر الأهلي والهلال، والهلال والأهلي مواجهاتهما وبالتأكيد الأهداف، متعة كرة القدم. إذن في الدرة نحن على موعد مع الإثارة والقمة واللاعبين، وأتمنى إن شاء الله كما خرجت مباراة قمة الدوري بروح رياضية أن تكتمل إن شاء الله في هذه المباراة ما بين الجماهير واللاعبين. إدارة الناديين كان المنظر جميل ومفخرة الحقيقة بعد نهاية المباراة، أتمنى إن شاء الله أن يكتمل حتى وإن كان فيها فوز خسارة، هذه كرة القدم. بالتأكيد هذه المواجهة لها حسابات مختلفة ولها أيضا قراءات، حتى وإن كان الأهلي قبل أيام انتصر لن يبقى الهلال صامتا أمام الأهلي، سيبحث أيضا عن لقبه والمحافظة عليه، لذلك هي مباراة قمة. عبد الله رشود قرأ هذه القمة وكتب هذا التقرير، نتابع. مواجهة العودة للأمل والبحث عن الانتقام، ومباراة تأكيد التفوق والبحث عن لقب جديد، متنافسان على ولي العهد والدوري يصطدمان هذه المرة في نصف النهائي. أمواج تبحث عن تحطيم أسوار قلعة استعصت كثيرا، روح عالية، حماس داخل المستطيل الأخضر، هذا هو الشعار الأبرز لمواجهة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين للأبطال. موسم شهد 3 مواجهات حتى الآن، وهذه الرابعة. الأهلي حصن قلعته في مباراتين وخطف لقب الدوري، والهلال
اعتلت أمواجه مرة وخطف لقب كأس ولي العهد. الإصرار، الأمل، الرغبة في الفوز، الفكر، كل ذلك سيكون على أرض الملعب، لكنه انطلق من الآن. زعيم لا يشبع جمهوره من البطولات، وكلما حصد بطولة قال هل من مزيد، وقلعة لم تبرد فرحتها بعد في تحقيق أهم الأحلام للجيل الحالي. مساء الجمعة على أرض الدرة، المتعة ستكون في الموعد. بالفعل هي المتعة، وبالتأكيد المتعة أيضا مع هاللقطات من عبد العزيز بن ماضي، يعطي العافية، كان على المونتاج. سأتحول إلى جدة وأرحب بضيفي في هذه الحلقة، خالد صايم الدهر، إعلامي المعروف. مرحبا خالد، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور أخوي عبد الله، مسي عليك ومسي على ضيفك وضيفنا من الطرف الآخر والسادة المشاهدين. الله يحييك خالد. قبل ما ينضم لنا بدر، بسألك، جدة كيف أجواءها الأيام بعد الأهلي؟ طيب بس تسمح لي أنا أستغل طبع. الفرصة دي أخذ ثواني بسيطة من البرنامج وبس أهني أنفسنا وأهني الشعب السعودي على رؤية المملكة 2030 اللي هي 2030، وأسأل الله العلي القدير أن يسدد خطى ولاة أمرنا ويوفقهم فيما هو يصبو له في خدمة الوطن والمواطن والأمة الإسلامية. آمين. وأن يجعل كيد الكائدين والحاقدين في نحورهم بإذن الله. يا كريم، آمين إن شاء الله. هذه ما تحتاج إذن يا خالد، هذه دائم قولها متى ما حبيت. أجواء جدة طبعا ما زالت يعني مليئة بالفرح، ويعني يعني إلى الآن يعني حتى بكرة مباراة الكاس الملك، وما زال الجماهير يعني سعيدة بفوزهم بالدوري. يعني أعتقد أنه الأجواء يعني لن تنتهي، حتى لو خسر الأهلي من الهلال ستستمر الأفراح الأهلاوية يعني إلى بداية الموسم المقبل. يمكن كيف شايف المباراة خالد بكرة؟ يعني 4 أيام، أعتقد أنه الموضوع نفسي أكثر من كونه فني. الأوراق مكشوفة، واللي أخطأ في المباراة هذه حيعرف خطأ، واللي أجاد في المباراة حيعرف كيف يكمل إيجابياته أو يحاول أنه يعززها. ما أعتقد أن العمل الفني بيكون كبير كثر ما هو العمل الإداري. لا، هو اللي يفرق في المباراة يعني يفرق لصالح الأهلي أكثر من صالح الهلال. الأهلي حقق المراد خلاص، يعني عارف في في فيما يصبو إليه، لكن سقف الطموح اترفع عند الأهلي. يعني أول كان مكتفين يعني بكاس الدوري، حتى لو خسروا كاس الملك، خسروا آسيا ما عندهم مشكلة. الآن لا، الآن يبغوا كاس الملك ويبغوا آسيا كمان. كل هذه الأمور تنصب في مصلحة الأهلي. ليش؟ لأنه حيلعب قدام الهلال وهو شاعر بالقوة. يعني الآن إحنا عندنا مصطلح عامي يقول أنه سطى الأهلي، سطى على الهلال، عارف؟ يعني ما حد كان يتخيل ولا أكثر المتفائلين أنه الأهلي في الشوط الثاني يفوز على الهلال بعد ما شفنا الشوط الأول وتفوق الهلال وتقدمهم. لكن اللي حصل أنه الأهلي فريق كبير، أيضا الهلال فريق كبير، لكن الأهلي استطاع العودة وقلب النتائج. وهذا الامور يعني لا تحدث دائما في مباريات الكؤوس. بس خالد لو اذكرك شويه، معليش خالد، لو اذكرك في كاس ولي العهد كان الاهلي يومها في منافسه على الدوري، منتصر على الهلال في الدوري في الدور الاول، ومع ذلك خسر نهائي كاس ولي العهد. انا معاك، وبرضو امام خسارته امام التعاون الموسم الماضي يعني هي اللي اضاعت الدوري. لكن الآن حالة الأهلي النفسية والمعنوية ترى فارقة مرة كبيرة. يعني عارف، يعني الهلال أنا أتوقع الهلال حيلعب تحت ضغط نفسي شديد، يعني مو بالسهولة في ظل يعني حتى غياب اللاعبين، غياب الميدا، وما عنده مهاجم بديل يعني يحسم
انا اعتقد انه وضع الهلال يعني ما زال مربك، واتوقع انه الاهلي حيواصل انتصاراته على الهلال كما توقعت في الفتره الماضيه، اتوقع انه ايضا يواصل يوصل للنهائي. طيب الى المنطقه الشرقيه تحديدا من الخبر اليوم الزملاء في الاعداد مخلينا اغنيه راشد الماجد شرقني وغربني، من الغربيه للشرقيه العزيز والغالي بدر الصقري. مساء الخير بدر. مساء الخير زميلي عبد الله، مساء الخير على ضيفك الكريم وعلى المشاهدين الكرام. حييك. ضيفنا الكريم اليوم خالد يقول لك انه معطيات مباريات بكره بالذات مباراه الهلال والاهلي انه يرى ان الاهلي هناك سطوة في هذا الموسم، وأيضا هو أفضل حال نفسي وفني، ومن الممكن أن يكمل مسيرة الانتصارات أمام الهلال. أنت كيف شايف الوضع؟ بكل تأكيد الفريق الأهلاوي أولا نبارك له تحقيق لقب دوري عبد اللطيف جميل لهذا الموسم. مو غريب انه الاهلي ينافس طوال السنوات الماضيه، هناك عبد الله عمل مؤسساتي، احنا لما نتكلم عن العمل المؤسساتي بلا شك سينتصر اخيرا. انا اتذكر يعني الرمز الاهلاوي الكبير الامير خالد بن عبد الله كان له مقابله نادره اعتقد في قناه ابو ظبي قبل عده سنوات مع الزميل محمد نجيب، وتحدث تحديدا قال لك احنا عندنا عمل بعيد المدى سينافس الأهلي تقريبا قرابة عام 2015 أو 2016. العمل المؤسساتي والمنظم والاحترافي آتى بثماره، نافس الأهلي طوال الثلاث المواسم الماضية وتحقق له ما أراد هذا الموسم. في الموسم الماضي كان الأهلي من أفضل الفرق، فريق ممتع، فريق يعني لم يتعرض لأي خسارة. هذا الموسم فرض الأهلي أسلوبه، إمكاناته، سطوته، كلمة الأهلي يعني قالت أو الأهلي قال كلمته أمام الهلال واستطاع تحقيق لقب الدوري هذا الموسم. فيما يخص مباراة الغد عبد الله، أنا أعتقد الأفضلية بلا شك تميل للفريق الأهلاوي عطفا على عدد من الأمور. أنت تتكلم عن معنويا الفريق للتو يعني خارج من بطولة الدوري، نفسيات اللعيبة يعني في قمتها، أنت تتكلم عن الحالة الفنية للفريق والاستقرار الفني والمستويات المتصاعدة للفريق الأهلاوي تحت قيادة المدرب المتميز غروس، أنت تتكلم عن العمل الإداري المميز، يعني جمل ومعطيات عديدة كلها يعني تقودنا إلى التسليم بأن الأفضلية غدا ستكون للفريق الأهلاوي. لكن إذا حضرت هيبة الهلال غدا على الرغم من النقص الكبير اللي يعتري صفوف الهلال، وعلى الرغم من الحالة النفسية السيئة اللي مر فيها الهلال بعد يعني فقدانه للقب الدوري، وعلى الرغم من التخبط الكبير لعمل الجهاز الفني بقيادة السيد دونيس، أنا أعتقد متى ما حضرت هيبة الهلال في لقاء الغد ربما يكون الأهلي في موقف صعب جدا وموقف حرج للغاية. نعم. ياسر المسيليم حارس الأهلي كان أحد نجوم مباراة الأهلي والهلال الماضية، تحدث عن المباراة يوم غد وقال: حتى يجهز ياسر المسيريم بشكل يعطينا معاه الصوت إن شاء الله. خلونا نروح لبدر ثاني مرة، بسألك عن العمل المؤسساتي، كنت حابة قاطعك قبل شوي لكن قلت بعد ياسر المسيريم. العمل المؤسساتي اللي ذكرته نعم هو مطلب، لكن المشكلة في يا بدر في الأندية الجماهيرية هي لغة الصبر، الجمهور ما يصبر، الإعلام ما يرحم ولا ينتظر مثلا فريق عند إنجازات أن تقول له مثلا بعد ثلاثة أو بعد أربع سنوات أنا بقدم لك فريق، يبغى إنجازات حالية. خلي العمل المؤسساتي عندك ابني أنت ما عندك مشكلة، لكن ما أقبل أنك تخسر إنجازات. بلا شك عبد الله، احنا لما نتكلم عن يعني صبر الجماهير، صبر الجماهير الأهلاوية كاد ان ينفد طوال المواسم الماضية، هذه نقطة لا جدال فيها. لكن انت تتكلم، خليني اتكلم لك عبد الله على 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 صعيد الأندية العالمية. يعني من كان يعتقد ان المدرب الشهير السير
ألين فيرغسون لما بدأ تدريبه مع مانشستر يونايتد أخذ 5 إلى 6 مواسم لم يحقق أي بطولة، كان هناك عمل منظم ونظرة بعيدة المدى. إحنا عبد الله ملينا من العمل العشوائي. الهلال هذا الموسم حقق بطولتين لكنه كان سيء، بطولات النفس القصير ليست معيار حقيقي لأنه عملك كان جيد أو لا. لما يكون عندك أخطاء فنية أو إدارية وتحقق بطولة قصيرة المدى أو ذات يعني بطولات النفس القصير، ما يعني بلا شك أنه موسمك كان جيد وعملك كان مميز. الأمير خالد بن عبد الله طالته العديد من الانتقادات لأن نظرته كانت بعيدة المدى، كان يهدف إلى خطط استراتيجية بعيدة ذات أهداف ووفق أهداف محددة هي تحققت الآن. الجماهير لابد أن تكون نظرتها أبعد عبد الله. لما يكون عندي فريق يقدم طوال الـ3 المواسم الماضية، نعم، كان الأهلي يقدم كرة جميلة، نعم، كرة راقية، يقدم مستويات يعني ولا أروع. حتى عبد الله، نعم، لو نرجع في الذاكرة إلى عهد الأمير فهد بن خالد، نعم، الأهلي لعب على نهائي كأس آسيا، لعب على نهائي كأس القارة، يعني كان هناك عمل منظم وكان صحيح. هناك عمل جميل. بالنسبة لتحقيق البطولات هي في علم الغيب، هي ترجع أولا وأخيرا لتوفيق الله سبحانه وتعالى. أنا أربط حال الهلال في حال الأهلي هذا الموسم، نعم، عندما تنتقد الهلال الآن والعمل الموجود ووضع نادي الهلال حاليا، يخرج عليك يعني بعض المنتسبين لنادي الهلال يقول لك ما يحق لك تنتقد الهلال لأن الهلال حقق بطولتين، كأس السوبر وكأس سمو ولي العهد. يعني أنا أعتقد انه كأس السوبر ليست معيار يا عبد الله انه الهلال في اوج عطاءاته في يعني افضل حالاته. لما تتكلم عن مباراة كأس سمو ولي العهد هذه من البطولات ذات النفس القصير اللي ممكن تبدع مباراة وتخفق في مباراة اخرى. المعيار الحقيقي بطولة الدوري، شوف، نعم، مشوار الاهلي التصاعدي في بطولة الدوري ومستوياته، طيب، الفنية الراقية والجميلة جدا، وشوف مستويات الهلال. نعم، سنكمل إن شاء الله هذا الملف، بس قبل ما نروح للفاصل دعوة لجمهور الهلال ودعوة لجمهور الأهلي، ما كان في القمة الماضية من منظر جمالي نتمنى إن شاء الله أن يتكرر يوم الغد وأن يزدان درة الملاعب في المملكة العربية السعودية بحضور الجمهور الأزرق والجمهور الأخضر. نكمل بعد الفاصل. حياكم الله من جديد متابعينا في آخر شوط. نحن في حديثنا عن قمة يوم الغد ما بين الهلال والأهلي، وبعد غد إن شاء الله ما بين الاتحاد والنصر، من منهما يتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أغلى البطولات السعودية. خلونا نشوف أول شيء فهد الزهراني المنسق الإعلامي والزميل العزيز في النادي الأهلي يتحدث عن هذه المباراة ثم نعود. كل الأحاديث كانت في الفترة الماضية عن حصول الأهلي على لقب دوري عبد اللطيف جميل بعد غياب فترة طويلة. الآن أعتقد أنه تعود الحياة بالنسبة للنادي الأهلي إلى طبيعتها، استعداد مهم بالنسبة لبطولة أخرى كأس خادم الحرمين الشريفين، وأنا أمام نفس الفريق الهلال. أول بسم الله الرحمن الرحيم، رحب فيكم. الحمد لله مرحلة أنجزناها بنجاح، أدى فيها الفريق أفضل مستوياته خلال موسم طويل، وتوج لله الحمد بهذه البطولة. اليوم ننافس على بطولة أيضا غالية علينا جميعا تحمل اسم سيدي خالد محمد الشريف الملك سلمان الله يحفظه، بطولة متعطشين لها أيضا في الأهلي، يعني كوننا حصلنا عليها قبل حوالي 4 سنوات، وأيضا بطولة لا ننسى أنها بطولة قريبة من الهلاويين كثير، أيضا كون الأهلي حققها في 12 مناسبة. نتمنى إن شاء الله أن نوفق في هالمباراة، مباراة أمام شقنا في الهلال، نصف نهائي، من المنتظر أن يكون نصف نهائي أيضا مثير لا يقل عن مباراة الدوري اللي حسمنا فيها اللقب. أتمنى التوفيق إن شاء الله للأهلي. سيكون التحضير ليس ببعيد عن مباراة الدوري، نعم هي مباراة لا تقبل التعويض، اليوم ذكر المدرب هذا الأمر في المؤتمر الصحفي. إن شاء الله أنه نوفق زي ما قلت في هالمباراة ونواصل تحقيق الإنجازات.
جميل جدا. الأولويات كانت بالنسبة للأهلي بطولة الدوري، الآن هناك أيضا بطولتين، بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وأيضا دوري أبطال آسيا. الآن الأولوية تتجه إلى كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب بطولة آسيوية، أم أنه الأهلي حيقاتل على الكل بعد ما أخذ الدوري؟ لا، ما في شك أنه كأس خادم الحرمين الشريفين هذا كأس مطمح بالنسبة لنا وطموح كبير، نتمنى إن شاء الله نحققه. البطولة الآسيوية يعني كما تعلم فرص تأهلنا فيها يعني ليست واضحة حتى الآن، وإن كانت يعني أرى أنها ضعيفة، لكن كرة القدم كل شيء وارد فيها. كونه ننتظر نتيجة فريق العين وفريق نساف في هذه البطولة، أما بالنسبة لنا يعني أيضا سنواصل المشوار في ضرورة الفوز على الجيش في المباراة الجاية، هذا فيما يتعلق بطولة آسيوية. لكن تظل بطولة كأس الملك هي الآن الهدف الأسمى والهدف الأكبر، وتصور ما في أي أهلاوي اليوم ما يبحث عن هالبطولة. الجمع بين الدوري والكأس يعني أمر في غاية في غاية الصعوبة، ولكن الأندية الكبيرة عادة ما تحقق هذا الإنجاز، والأهلي سبق وأن جمع بين الدوري والكأس. غاب مصطفى بصاص منصور الحربي في المباراة الماضية، الإمكانية مشاركتهم في المباراة المقبلة أو على الأقل في تواجدهم في مقاعد البدلاء؟ والله أخي عبد العزيز، بالنسبة للاختيارات والعناصر هذا أمر يعني راجع للمدرب. مصطفى بصاص غاب في المباراة الماضية لظروف الإصابة، اللاعب حاولنا يعني أنه يكون جاهز، الجهاز الطبي حاول مع اللاعب، اللاعب يعني من إصابة في العضلة الضامة عبارة عن تمزق. كان من المجازفة أن المدرب يعني يشرك اللاعب في تلك المباراة، تحدث مع اللاعب قبل المباراة، اللاعب عسكر مع الفريق. هذا أمر حدث معنا في أكثر من مناسبة، أنه لاعبين يكونوا معسكرين وبعد المعسكر يعني يتبين عدم جاهزيته الكاملة، فيفضل المدرب راحته. وأتصور حتى الآن اللاعب ما زال يتلقى العلاج، حتى الآن لم يحسم أمر مشاركته. شكرا عبد العزيز الجماعة، وكذلك للعزيز والغالي فهد الزهراني. اليوم بالتأكيد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي احتكاكا ما بين أحد رجال الأمن في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة وهداف الدوري وهداف النادي الأهلي الكابتن عمر السومة. للوقوف على هذا الموضوع حتى ناخذ الموضوع بهدوء حتى نعرف وش اللي صار، وإن شاء الله أنه أغلق أو ما أغلق. معنا عبر الهاتف أمين عام النادي الأهلي الأستاذ عبد الله مؤمنة. مرحبا أستاذ، مبروك الدوري. الله يبارك فيك ويسلمك إن شاء الله، مساكم الله بالخير جميعا. مساء النور يا حبيبي، احنا شفنا طارق كيال في وسط المعمعة بس ما احنا عارفين، لعل عندك الجواب الكافي. لا موضوع بسيط جدا، بس طبعا هو للأسف الشديد احنا عملية التصعيد الإعلامي ونقل الأخبار المغلوطة أحيانا قد تساهم في موضوع انه مثلا التصعيد الغير حقيقي كل صدق. يعني في حقيقتين لابد الكل يعرفها. طبعا احنا بالنسبه لنا في النادي الاهلي السومة هذا في القلب بكل صدق. ليش؟ لانه رجل يعني قبل مستوى الفني ولعبه في الملعب ونتائجه المؤثره، رجل يتمتع بكل الاخلاق حقيقه، يكتسب حب الصغير قبل الكبير، فمعروف انه السومة لن يصدر منه اي شيء غير صحيح. فيمكن ذكر زميلي وحبيبي اخي طارق كيال قبل قليل انه الموضوع بسيط وانتهى في حينه، تصرف فردي انتهى ان شاء الله ما في شيء، بدليل انه حتى عمر السومة كان مع الفريق وصلوا بالحمد لله وسلامته الى مطار الرياض. احنا لما نطرح الموضوع وناخذه منكم كاداره بالتاكيد احنا نحب ننقل معلومه من مصدرها، لكن هذا سوء هالفهم. يعني هل انتهى في حينه؟ يعني احنا اللي قاعد يشوف الفيديو يشوف انه التوتر كان عالي شوي وممكن يهدى طبعا، لكن من ناحيه اللاعب يا استاذي يعني سن. حتى الفيديو المتناقل يعني يمكن لو تمت إعادة مرة ثانية، عمر السومة طبعا لم يصدر منه أي شيء أو أي فعل. كان طبعا في محاولة من الأخوان في الأمن لإبعاد زميلهم، من الواضح أنه طبعا كان الطرف الآخر هو اللي في الإجرام الصادر من ناحيته. فبالتالي احنا بالنسبة لنا في النادي الأهلي متأكدين من لاعبنا وأنه لم يصدر منه أي شيء يمس الأمن. احنا الأمن عندنا يمكن كلنا متفقين ومتربيين أنه الأمن خط أحمر، لن صحيح. يصدر من النادي الأهلي أو منسوبي أو لاعبي أي شيء في هذا الصدد، وهذا الأمر اللي احنا كلنا متفقين عليه. صدقني ولو كان في خطأ من أي لاعب احنا بالنسبة لنا ما كان طلع الطيارة، هذا الامر محسوم تماما. ابو ركان ايش قال لك؟ لان انا اعرف ان ابو ركان لا يمكن يغادر. الموضوع بسيط جدا وحله في حينه.
حينه يعني، بس انت عارف التصعيد الاعلامي ونقل الاشاعات والامور اللي هي مثلا فيها نوع من اليسار والتحريض هي اللي بتساهم في تكبير الموضوع. موضوع انتهى حادث فردي، انتهى في حينه، واللاعب ان شاء الله بكره جاهز، وباذن الله هو والشباب كلهم ان شاء الله يتشرفوا انه ينهوا هذا الموسم الجميل جدا بالنسبه لنا كاهل بالسلام على مولاي خادم الحرمين الشريفين. هذا هو تقريبا اكبر انجاز بالنسبه لنا ان شاء الله. اشكرك استاذ عبد الله على هذا الايضاح. نتمنى ان شاء الله انه حتى رجل الامن يكون هدى الموضوع، لانه برضو رجل الامن له قيمه عندنا، وكذلك كابتن عمر السمو. شكرا لك وبارك لك الدوري مره اخرى. اذا هذا التعليق الرسمي لاداره النادي الاهلي من قبل امينه العام الاستاذ عبد الله مؤمنه على ما حدث في مطار الملك عبد العزيز. احنا شفنا مقطع مدته 10 ثواني وما نعرف الحاله بشكل كامل، ولكن الحمد لله ما دام الموضوع انتهى نامل ان شاء الله ان مثل هالحوادث دي ما تتكرر. يعني دائما النجوم او حتى رجال الامن وبالذات رجل الامن يعني مثل هالصوره، احنا حريصين على انها تبقى صوره طيبه. اكيد هو في النهايه بشر، ممكن يحدث انفعال، ولكن ما دام الموضوع انتهى في حينه الحمد لله. خالد، او خلوني اول شيء اروح لدونيس اللي تحدث اليوم لوسائل الاعلام في مقر النادي الهلال وتحديدا في المركز الاعلامي للنادي، وقال في المؤتمر الصحفي اليوم على انه خلال الايام الماضيه عمل على تجهيز الفريق والعمل على الجوانب النفسيه للاعبي الفريق كافه قبيل خوضهم لقاء نصف نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين، مشيرا الى ان الايام الماضيه كانت صعبه نظرا لخسارتهم من نظيرهم الاهلي في الدوري الذي يعد احد اهداف الفريق الهلالي، ومضيفا ان الوقت الحالي ليس الوقت الانسب للحديث عن المرحله الماضيه. دونيس ذكر أيضا للزملاء الإعلاميين أن اللاعبون لديهم الخبرة الكافية ليخرجوا من أجواء المباراة الماضية، مشددا على أن وقوف الجماهير إلى جانب الفريق يعد أمرا مهما، وأوضح أن الثلاثي إلتون والميدا وناصر الشمراني وعبد العزيز الدوسري لن يشاركوا في لقاء الغد نظير تعرضهم لإصابات، إضافة إلى البرازيلي كارلوس إدواردو لم تتبين حتى الآن إمكانية مشاركته في لقاء الغد. خسارة المباراة الماضية والأخطاء التي حدثت أثناء اللقاء أجاب عنها بعد كل خسارة لأي فريق دائما ما يكون اليوم الذي يلي أي هزيمة مليئا بالمشاعر التي نحتاج أو تحتاج منا الاستفادة منها، الخروج بدروس وفوائد كثيرة، والمهم أن ننهض ونعود من جديد. أضاف دونيس في ختام حديثه أنه إضافة إلى ذلك لم يصل الثلاثي سالم الدوسري ونواف العابد وكارلوس إدواردو إلى الجاهزية المطلوبة لياقيا قبيل المباراة الماضية، وكذلك لم تكن مشاركة إلتون الميدا مؤكدة نظير الإصابة التي تعرض لها أثناء مواجهة نجران في مسابقة الدوري. هذا يمكن أبرز ما قاله دونيس اليوم عن مباراة الغد. خالد، تحب تعلق أولا على كلام أمين عام النادي الأهلي؟ ايوه، بس باختصار بالنسبه لي طبعا احنا متفقين وانا اتفق مع انه رجل الامن بالنسبه لنا يعني شيء يعني مهم ويجب ان نحترم ونقدر، انه بعد الله هم اللي بيحموا البلد، هم اللي بيعتمدوا النظام في الدوله. بالنسبه للجهه المقابله انه عمر السومه، ما نقدر نحكم على الفيديو لانه الفيديو دائما يجتز كثير من الاحداث، والمغرضين دائما يختاروا الجزء المسيء ما يختاروا الجزء الكويس. فبما انه المشكله انتهت فانا اتمنى انه يعني عدم تهويلها، وما في شيء مستخبى يعني. نعم. في المطار والجوالات تصور، اكيد الحقيقه هتظهر ولو بعد حين يعني. صحيح صحيح. خلونا نشوف مسيرة الفريقين في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين حتى وصل إلى هذه المرحلة. من خلال الهلال طبعا هو بطل هذه المسابقة في الموسم الماضي، مشواره هذا الموسم في الدور 32 كسب النهضة بهدفين لهدف، والأهلي انتصر على الطائي بثلاثة. النجوم في دور 16 كان أيضا خارج أو ضحية للهلال بهدفين، وضمك أجرى محاولة جريئة ولكن الأهلي انتصر بهدفين في ذات الدور. في دور الثمانية الهلال انتصر على المجزل بأربعة مقابل هدف، والأهلي انتصر على الرائد بثلاثة أهداف في بريدة مقابل لا شيء. نحن موعودون بمواجهة قوية، مواجهة كبيرة، مواجهة بالتأكيد ذات قيمة فنية عالية. بدر الصقري من الدمام أو من الخبر عشان ما يزعل علينا ربعنا هل الدمام هل الشرقية. دونيس، لعلك استمعت إلى ما قاله، أبرز حديثه اللي شدني فيه أنه آخر جزئية
أنه لم يصل الثلاثي سالم الدوسري، نواف العابد، كارلوس إدواردو إلى الجاهزية المطلوبة لياقيا قبيل المباراة الماضية، وكذلك لم تكن مشاركة إلتون الميدا مؤكدة نظير الإصابة التي تعرض لها أثناء مواجهة نجران في مسابقة الدوري، رغم أنه قال في البداية ليس هناك وقت لكي يتحدث عن سبب الخسارة الماضية. بالنسبة للهلاليين عبد الله، المهم هو أن يظهر الهلال في يومه غدا، أن يقول كلمته أمام الفريق الأهلاوي. ضربتين في الرأس توجع بالنسبة للهلاليين، لم يعتد الهلال وهو الفريق الكبير واللي اعتاد أنه يقارع الفرق ويصعد منصات التتويج، أنه يخسر بطولتين متتاليتين بمستويات هزيلة. تبريرات الجهاز الفني بقيادة السيد دونس أعتقد أنها محل سخط وتذمر الكثير من الجماهير الهلالية. في كل مباراة يعني تجد تبرير للسيد دونس. إحنا لو استعرضنا مسيرة السيد دونس طوال هذا الموسم، بعد كل مباراة يخرج بتصريح يعني أعتقد يضع حوله 1000 علامة استفهام. كلنا نتذكر تصريحاته اللي كانت محل تندر الجماهير الهلالية. اليوم أنا أعتقد أنه لا يهم الجمهور الهلالي أي تعليق من قبل السيد دونس، المهم أن يروا هلالهم غدا بخير أمام الفريق الأهلاوي، أن يقدم كل ما بوسعه. الأسماء لا يهم، الهلال وهو الفريق الكبير لم يعتد على اللاعب الواحد ولم يكن أسيرا للاعب الواحد طوال تاريخه. أي نعم الغيابات يعني تكاد تكون قاصمة للفريق الهلالي، ولكن أنا أعتقد أنه متى ما ظهر باقي اللاعبين والبدلاء بمستوياتهم المعروفة ولعبوا من أجل سمعة الكيان الهلالي والشعار الهلالي، أنا أعتقد أنه سيكون الهلال غدا بخير. عبد الله، أنا فقط جزئية بسيطة تعليقا على ما حدث للكابتن عمر السومة. ممكن كان الاتصال قبل شوي فيه مشكلة. أنا أعتقد أنه الحكمة لابد أن تكون سيدة الموقف، والحكمة ظلت المؤمن عبد الله في كثير من القضايا. أنا شاهدت ردة الفعل في وسائل التواصل الاجتماعي. إحنا الآن استمعنا إلى ردة الفعل من قبل الجانب الأهلاوي أو ردة الفعل الرسمية بالنسبة لإدارة الأهلي، لابد أن نستمع للجهة الأخرى للمتحدث الرسمي، سواء إن كان رجل الأمن في الجوازات أو في أمن المطار، لابد أن يكون هناك يعني رد حيال هذه القضية. لا نرمي بالتهم جزافا. الكابتن عمر السومة من أفضل اللعيبة اللي مروا، يعني اللعيبة الأجانب اللي لعبوا في الدوري السعودي، على خلق كبير وعلى قدر من المسؤولية. مشواره في الكويت ومشواره في السعودية العام الماضي وهذا الموسم يشفع كثيرا، لأنه ينبري الكثير ليدافع عن عمر السومة. ولكن عبد الله، إذا ثبت أنه عمر السومة تهجم أو أخطأ أو يعني حاول أنه يمس برجال الأمن، هنا رجال الأمن في هذه الدولة خط أحمر، يجب أن يتم الضرب بيد من حديد. أعيد وأكرر، الحكمة لابد أن تكون حاضرة بعد أن تتضح الصورة الآن من قبل المتحدث الرسمي في الجانب الآخر. يلا زملائنا اللي في الكنترول، هذا بدر يقول لكم ان شاء الله المتحدث باسم الامن يكون معنا حتى نغلق هذا الموضوع وهذا الملف وتتضح الرؤيه بشكل كبير. بعد الفاصل سنفتح ملف اخر، ملف الكبيران الاتحاد والنصر ومن منهما ينقذ موسمه باغلى البطولات. ابقوا معنا. حياكم الله من جديد متابعينا في آخر شوط. أعطونا لياقتكم شوي، باقي 45 دقيقة على نهاية البرنامج، وإن شاء الله أتمنى المواضيع تسخن ونجيب الأهداف ونسجل الأشياء اللي تطلبونها بإذن الله. ليس فقط الهلال والأهلي أو الأهلي والهلال من لديهما جماهيرية من الممكن أن ترسم لوحة جميلة في جدة، وإنما أيضا نحن على موعد يوم السبت إن شاء الله بمواجهة من العيار الثقيل تجمع ما بين الاتحاد والنصر، وكلا الفريقين بالتأكيد يبحث عن هذه البطولة يقدمها عربون لجماهيرهم. أنا وأنتم بالتأكيد نحن ننتظر ماذا سيرسم من لوحة من جماهير الاتحاد، سواء احتفاء بعودة الكابتن محمد نور أو حتى دعما لفريقهم. والنصراويون بالتأكيد أيضا ينتظرون هذا الفريق أن يقدم المستوى في آخر مباراتين له، يمكن أواخر مباراة له في هذه المسابقة، ومن ثم مباراتين في الدوري. الظهور الأخير سيكون للنصر في جدة، يتمنون أن يتكرر في المباراة النهائية. نتذكر كما تذكرنا الأهلي والهلال، نتذكر الاتحاد والنصر، ثم نعود.
حياكم الله من جديد متابعينا، شكرا لزميلنا عبد الناصر على اختيار هذه اللقطات. بالتأكيد نقرأ معطيات الفريقين، أهم الأوراق وماذا يمكن أن يقدمان. مساء السبت تقرير لعادل التركي، نتابعه ثم نعود. قمة مرتقبة بين أصفر العروس وأصفر العاصمة. اتحاد ونصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. العشاق لن يقبلوا إلا الانتصار في نهاية الأمر والوصول إلى آخر نهائيات هذا الموسم الرياضي. العميد في الفترة الماضية فقد فرصة المنافسة على لقب الدوري وخرج من كأس ولي العهد، وليس أمامه إلا العودة إلى منصات الذهب. الفارس هو الآخر، يريد أن يمتطي الجواد بوضع قدم في نهائي كأس الملك ليقترب من تحقيق أغلى البطولات لمحو إخفاق هذا الموسم بعد أن قدم موسمين ماضيين مميزين. فمن سيعلو كعبه على الآخر في مواجهة الجوهر؟ إذن أسئلة مهمة بالتأكيد يوم السبت ستكون أمام جماهير الاتحاد وجماهير النصر. رحب مجددا بضيوفي في هذه الحلقة من جدة خالد صايم الدهر، ومن الخبر بدر الصقري. قبل ما أدخل في تفاصيل الفريقين وقبل ما نشوف مسيرتهم، بدر، من الأقرب، من الأجهز، من ممكن أن ينقذ موسمه بالتأهل للمباراة النهائية؟ أنا أعتقد الاتحاد عبد الله، من وجهة نظري انه قريب جدا عطفا على النشوه الاخيره اللي حصلت للفريق واللي اعترت مسيرته. يعني هناك مستويات تصاعديه حققها الفريق الاتحادي ونتائج مرضيه للجماهير الاتحاديه. اي نعم الاتحاد ليس بافضل حالاته الفنيه وبعيد تماما عن الاتحاد الفريق القوي الفريق البطل الذي لا يقهر، ولكن مقارنه بالاوضاع على الطرف الآخر للفريق النصراوي أنا أعتقد أنه الكفة بلا شك تميل للفريق الاتحادي. خالد، يعني ملعب الجوهرة أصبح اليوم يضرب له ألف حساب سواء من المدربين أو حتى من اللاعبين، فما بالك إذا كان اللي حيحضر جمهور الاتحاد، وأيضا سيكون برفقة الفريق عودة الكابتن محمد نور، ممكن تكون الأكفف ملتهبة، والدقيقة 70 أحبها من جمهور الاتحاد، أنا لما يرفعون يديهم فوق أحب هذا المنظر. يبدو لي هذا عامل لن يستطيع النصر التغلب عليه بسهولة. ما في شك، استكمالا لحديث الزميل بدر، الاتحاد حقيقة أفضل وضع فني وجماهيري وحتى نتائجيا يعني من خلال الدوري ومركزه. أكيد إنه المباريات زي هذه، النصر يعني فاز على الاتحاد في الدوري 3-0، لكن هذه المباراة ممكن لها مسار آخر، لأنه النصر يمكن فاقد الشيء لا يعطيه. النصر يفقد الهوية الفنية، يفقد الروح، عندهم روح انهزامية اللاعبين داخل الملعب، في هناك أمر غريب يحدث في النصر، ففاقد الشيء دائما لا يعطيه. الاتحاد أفضل نسبيا من النصر من ناحية التواجد داخل الملعب والروح والحماس، في حاجة مختلفة في الاتحاد. وبعدين في نقطة ما نبغى نخفيها، إنه فوز الأهلي في الدوري ترى هذا أثار ضغينة لاعبي الاتحاد، يعني أثار شيء في داخلهم، إنه يعني ما يبغوا يطلعوا هذا الموسم من غير بطولة. يعني الأهلي حقق أقوى البطولات اللي هي يعني في الدوري، فالآن في بطولة الملك وهي الأغلى بالنسبة لنا، يبغوا يطلعوا بشيء عشان الجماهير. يعني بدأوا الناس يقولوا يا شوفوا خليكم زي الأهلي، الأهلي سوى وفعل، يعني عارف هذا حديث الشارع الاتحادي الآن. واللاعبين يعني أنا أعتقد من مصلحة الاتحاد إنه الأهلي حقق بطولة عشان يبدأ يصحوا ويبدأوا يشتغلوا ويبدأوا يفكروا كيف يحققوا أقل شيء هذا الموسم بطولة، ويعني وتكون أجمل لو أنه كانت من أمام الأهلي في النهائي. طيب، الغريب في هذا الموسم أنه المدراء الفنيين لهم التقدير والاحترام، ولكن في بعض المؤتمرات الصحفية تسمع شيء وتتعجب كثير. اليوم واحد منها كانيدا
حنسمع الآن إيش يقول، لكن اللي شدني في الموضوع شاهدت أجمل روح للنصر في الموسم قبل الماضي مع المدرب كارينيو، أتمنى أن أراها في مباراة الاتحاد. خلنا نسمع كارينيو. Para nosotros está claro que es la última oportunidad de buscar. المباراة لها هدفان، يعني الهدف الأول أنك تنهي الموسم بنتيجة يعني بتحقيق بطولة وهذا ما يحرص عنه الفريق، والنقطة الثانية بتكلم وضرب ومتفائل جدا يعني، وخاصة في آخر في هذا الأسبوع اللي مضي قبل المباراة متفائل جدا من خلال أداء وحماس وتركيز اللاعبين، خاصة إنه إحنا في منعطف مهم مع نهاية الموسم، يعني للأسف ما يخفى على أحد يعني زي ما إحنا عارفين إنه النصر خلال هذا العام لأسباب خارجة عن إرادة الجميع لم يمر في حالة استقرار، يعني اليوم مباراتين نصف نهائي والنهائي، إن شاء الله يعني النصر بكل كيانه يبحث عن إنه تحقيق شيء إيجابي في هذا المنعطف، ينتظر المدرب راؤول كاريدا إنه تكون مباراة الغد مباراة عفوا السبت بعد غد مباراة قوية، خاصة إنه الاتحاد يعني هو برضو يعني ما كان الموسم تبعه لامع جدا، يعني أفضل من الأكيد يعني خاصة في ترتيب الجدول الدوري، ولكن اليوم يعني المباراتين الأخيرتين عم يدي أداء جيد وعم يجيب نتائج جيدة، فنعتقد إنه الاتحاد برضو هلا في أفضل حالات الفنية، ولكن النصر إن شاء الله الحضر يستطيع يتغلب على أي فريق. Los mejores equipos de la historia al cabo del segundo o tercer año se caen, ¿no? أنا كلاعب وأي لاعب يلعب في نادي كبير طموحه كل سنة ما يخرج في سنة إلا محقق بطولة أو دوري. فهذا التمسته الفترة الأخيرة خصوصا كأس الملك من الشباب، وبإذن الله حريصين، والرغبة والروح كانت حاضرة كما ذكرت في السابق الأسبوع الماضي، والتركيز موجود بإذن الله تكون السنة هذه ختامها مسك للاعبين وللجماهير بإذن الله. خالد، تعليقك على حديث كانيدا وكذلك أحمد الفريدي اللي يقول لك أنا جاهز 80 دقيقة. خلينا أول شيء نبدأ بكانيدا، يعني كانيدا أنا أعتقد هو السبب الرئيسي بعد الإدارة فيما يحدث للنصر، يعني حقيقة يعني عودة كانيدا لم تغير شيء في الفريق، الوضع استمر كما هو، يعني حتى نفسيات اللاعبين استمرت، حتى الوضع الفني للاعبين يعني ما كان في حراك، ما كان في بدلاء جاهزين، ما يعني كان وضع النصر سيء، يعني حتى انه غاب عنه التهديف، حتى لاعبين الوسط اللي كانوا من ابرز نجوم الدوري السعودي غابوا، يعني نتكلم على يحيى الشهري، على ابراهيم غالب، على المجموعه كلها، يعني تحس انه المدرب ما هو قادر انه يكتشف لاعيبته او يعيد اكتشاف لاعيبته اللي حققوا دبل دوري، فتحس انه في مشكله في كانيدا نفسه، فمهما قال كانيدا وانه يتذكر ايام حتى كارينهو، فها يعني خلاص يعني البكاء على اللبن المسكوب يعني ما يعيد شيء، يعني كارينهو كان هو اللي يعني حقيقه اللي بعده النصر، يعني صح انه حقق دوري لكن بشغل كارينهو، فعندما انتهى هذا الشغل انتهى النصر. فبالنسبه لاحمد الفريدي مشكلته انه اصاباته كثيره، لاعب مهم داخل الملعب ولاعب حماسي ولاعب مؤثر، لكن يد واحدة ما تصفق، يعني أحمد أنا بشوف أحمد الفريدي بيتقدم ويصنع ويعمل، لكن ما في فينيشنج، ما في النهاية في خط في النصر، رغم أنه اللاعبين المحترفين موجودين وبيلعبوا لكن أنا أعتقد أنه النصر يحتاج إلى إعادة تأهيل بشكل كامل، إعادة تأهيل فني ونفسي وإداري، ف صعب في مباراة واحدة حتى لو حققوا الفوز على الاتحاد ووصلوا للنهائي، الموضوع ليس بهذه السهولة انه ألعب والله معاكم، لا الموضوع يبغى له شغل اكثر من كذا. طيب بدر، بتركة امام مهمة ليست سهلة، ولكن يعني يمكن الاتحاديين يقولوا بتركة مرات الفريق عطاء فني ومفاجأة، يعني زي ما سوى في البطولة الآسيوية، ومرات محليا يتعرض لهزات لم تكن في الحسبان مثل تعادله مع
مع القادسية في الدوري. مباريات الكؤوس بالنسبة له المفروض أنه يعني حط ثقله فيها قد يوم السبت، الجاهزية بالنسبة للاعبين، النهج الهجومي ممكن يكون سلاح بتوركا، ولا هي 50-50؟ لا بلا شك هي أعتقد آخر محاولة لإنجاح الموسم الاتحادي الحالي، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول إطلاقا. أعتقد أنه بتركا يعني معطي المباراة أهمية كبيرة من أجل إنقاذ الموسم الاتحادي الحالي اللي كان متذبذب جدا للغاية. لكن لو تسمح لي يعني على عجالة، أنا أعتقد في ما يخص المدرب النصراوي وحديثك قبل شوي مع الزميل خالد عبد الله، صدقني الخلل ترى في الفريق النصراوي، ترى مو بالمدرب. يعني أعتقد أن المدرب الحالي من خلال المؤتمر الصحفي أحرق قلوب الجماهير النصراوية مرتين. طيب معلش بدر، عفوا بدر، خلني بعطيك واحدة ما دامك تبي تتكلم عن كانيدا، وأنا تكلمت عن المؤتمرات الصحفية. كانيدا يقول أنه أدريان هابط مستواه، وأنه لاعب له إسهاماته مع الفريق ويؤدي تمارينه بشكل جيد، وأي لاعب معرض لهبوط المستوى وهو متعاون مع زملاء. الغريب أنه إحنا ما شفنا كانيدا يستبدل أدريان رغم أنه يعترف بأنه هابط مستوى. أكمل لي الفاصل تفضل. جميل، أنا أعتقد عبد الله فيما يخص المدرب كانيدا، أقول لك أحرق قلوب الجماهير النصراوية من خلال حديثه هذا مرتين. المرة الأولى عندما أعاد بالأذهان ذاكرة الجماهير النصراوية إلى طيب الذكر كارينيو، والمرة الثانية يعني بما أنه مدرب الفريق النصراوي في المرحلة الحالية. هناك ثلاث أقطاب رئيسية يعني تتحمل النسبة الكبرى طبعا فيما يحدث للفريق النصراوي هذا الموسم، بالقدر اللي أشدنا فيه بالأمير فيصل بن تركي ووصفناه بعراب النصر الحديث وباني أمجاد النصر الحديث. أنا أعتقد أنه الأمير فيصل بن تركي يتحمل جزء كبير من الخلل الموجود والحاصل في الفريق النصراوي هذا الموسم. اللاعبين عبد الله هم نفس اللاعبين اللي كانوا موجودين مع السيد كارينيو في تلك الفترة اللي حقق فيها الفريق النصراوي لقب الدوري. يعني الوضع مختلف والكفة مختلفة تماما مع المدرب الحالي للفريق النصراوي. خلينا نكون منصفين وواقعيين. نعم. ترى المدرب كارينيو عبد الله مو من النوع المدرب اللي يجيد قراءة المباراة فنيا. كارينيو لعب على وتر الحماس وبث الروح في اللاعبين، ونجح كثيرا في تفجير طاقات اللاعبين تماما مثل ما وصفت لك في فترة سابقة. الكابتن سامي الجابر في فترته التدريبية مع الهلال في تلك الفترة، سامي سنة أولى تدريب لكنه نجح في تفجير طاقات اللاعبين في الفريق الهلالي. حاليا اللاعبين يتحملون جزء كبير في الفريق النصراوي، هناك انعدام على مستوى الروح غير مبررة إطلاقا. ربما يعني إذا ما أخذنا في عين الاعتبار أنه الأمور المادية والمكافآت والرواتب غائبة منذ فترة، ومكافأة الدوري دوري الموسم الماضي لم يتسلمها اللاعبين حتى هذه اللحظة مثل ما يشاع، ربما تكون يعني سبب رئيسي. لكن عبد الله هذا شعار فريق كبير وعريق، شعار نادي بحجم نادي النصر، لا يمكن إطلاقا أن نلقي بكل المشكلة على الجهاز الفني. الفريق النصراوي لديه خلل كبير على ثلاث جبهات. فيما يخص السيد بيتركا، أنا أعتقد مثل ما قلت لك عبد الله المباراة لا تقبل إطلاقا القسمة على اثنين. الجماهير الاتحادية متعطشة تماما إلى نجاح موسمها الحالي، ومن ثم رسم خارطة الطريق للمواسم المقبلة. نغلق ملف المواجهتين الهامتين يوم غد وبعد غد إن شاء الله السبت، ونفتح ملف المنتخب السعودي الملف الأهم بإذن الله. أنا بإذن الله شايف أننا رايحين لكأس العالم، يا رب أقول إن شاء الله. بعد الفاصل أيضا قرارات انضباطية من الاستئناف وكذلك من لجنة الانضباط، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد متابعينا. اليوم كان هناك بيان للاتحاد العراقي عن مباراة المنتخب السعودي والمنتخب العراقي في التصفيات النهائية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا. أغلب ما جاء في البيان أنه الاتحاد الآسيوي وافق على أن تلعب أو يلعب المنتخب العراقي مبارياته في إيران باستثناء مباراة المنتخب السعودي رفعت لأحد اللجان الفيفا. عموما نحن في المملكة الحمد لله أنديتنا ما لعبت هناك،
ومن باب أولى أن منتخبنا إن شاء الله ما يلعب، فنحن نثق بمن يقود هذا الملف، وما احنا إن شاء الله خسران شيء ننتظر وبتجينا المباراة وين ما نبي. المتوقع طبعا أن تكون مباراة محايدة، أن يكون على ملعب محايد أمام العراق كما تشير المصادر عمان أو الأردن، المنتخب السعودي قد يختار البحرين أو قطر. اللي يهمنا أنه العمل مستمر في المنتخب السعودي، الأسبوع الماضي اجتماع مع مارفك والكابتن زكي الصالح، اليوم الكابتن زكي الصالح اجتمع باللجنة الفنية للاتحاد السعودي لكرة القدم المشكلة من يوسف عنبر، فيصل البدين، وعمر بخشوين كمدربين وطنيين، وعلى رأسها المدرب البلجيكي يان ويكر. طبعا أبرز ما جاء في هذا الاجتماع أنه زكي الصالح أطلعهم على طلبات مارفك وما يريده من البرنامج البدني والبرنامج التأهيلي وكذلك البرنامج الزمني اللي راح يتزامن مع استعدادات الأندية للموسم المقبل. طبعا على مستوى اختيار المباريات بس بنوضح للناس ان اختار المباراة المحايدة لا تكون في نفس المجموعة من ذات البلد، يعني خياراتنا قطر والإمارات مستبعدة، طبعا الإمارات، قطر والبحرين، عمان والأردن بالنسبة للشقة في أو المنتخب العراقي. تايلند ستكون هي المباراة الأهم قبل مباراة العراق بخمسة أيام، ومن ثم يكون معسكر مكتمل لهذه المباراة، لذلك التركيز اليوم على المنتخب بشكل كامل وليس مباراة. ليس من دور الجهاز الإداري أن يحدد كيف يستعد المنتخب، ولكن رغبة المدير الفني هي ما ينقل للجنة الفنية، وبالذات ما ينقل أيضا أو ما يمكن أن ينقل في الأسبوع المقبل الأندية، حيث قال مارفك في الأسبوع الماضي أن اللياقة والجهد البدني والتركيز والاستعداد سيكون في المنتخب، يمكن يكون 10 أيام 15 يوم، بعدين يكون التكتيك مع أنديتهم، لأن مش كل الأندية تملك إعداد جيد، وحتى بعض الأندية الكبيرة ممكن يكون إعدادها أقل بكثير من بداية الموسم من المنتخب السعودي. إدارة الكرة طبعا قالت اليوم أنه هي ما يحتاجه المنتخب سيكون ملبى بالنسبة للمنتخب السعودي وللاعبيه، ولكن يبقى الأسبوع المقبل إن شاء الله ننتظر اكتمال المعسكر. ومهم جدا أنه أيضا نعرف تجارب أخواننا في الخليج، الإمارات وقطر، ونشوف، لأن الرزنامة قريبة من بعض والبرنامج قريب من بعض، ولا يمنع أنه إذا كان عندهم إيجابيات في برنامجهم مما نشوفها أو حتى من عندنا، يعني في النهاية كرة قدم نتمنى إن لم يتأهل المنتخب أن يتأهل المنتخب أو تتأهل المنتخبات الشقيقة في دول مجلس التعاون. خالد، إيش رأيك في اليوم الحراك الأخضر، حراك المنتخب بعد مارفك، اليوم اللجنة الفنية، نتوقع الأسبوع المقبل إن شاء الله أن يظهر أو تظهر على الأقل تواريخ المعسكر للمنتخب السعودي؟ طبعا في البداية يعني مو انت لحالك متفائل يا صديقي. جميل. انا مو بس متفائل، انا اشتريت ملابس شتوية عشان روسيا من الان، يعني ما شاء الله نتقابل هناك ان شاء الله. ان شاء الله يعني تفائلي سقفه عالي انا. والله هذا الواجب علينا خالد. اي والله احنا الان يعني ليس فقط كشارع رياضي او كشارع اعلامي، يجب ان تتكاتف الجهود، وحتى السلبيات نحاول نعالجها بهدوء، ويعني يعني احنا ممكن نخسر قراء مقابل انه عدم إثارة ضجة، لكن في النهاية هذا منتخب بلدنا. انا ممكن احنا نعمل تقرير ونرسله لإدارة المنتخب اذا في اشياء سلبية احنا بنشوفها. في اكثر من طريقة ممكن الإعلام يقف فيها، الإعلام يقود جمهور، يقود مجموعة كبيرة للوقوف مع المنتخب. حقيقة ما يحدث الآن، حتى لجنة المسابقات، الأندية أبدت رغبتها في التعاون مع المنتخب في المعسكرات، في التنازل عن اللاعبين. حقيقة إحنا أمام منعطف مهم وخطير يجب أن نتجاوزه بكل صعوباته، لأن لو نلاحظ الصعوبات ليس فقط في الداخل، حتى في المنتخبات التي نواجهها، وكان آخرها العراق. يعني العراق يعني كان يبغى يضع المنتخب في موقف محرج، وكان الغرض واضح أقل شيء من وجهة نظري. أنا عارف سبب إنه طلب إيران، لأنه لا يريد المنتخب أن يلعب في أرضه في السعودية، يريد المباراتين الذهاب والإياب في أرض خارج حدود السعودية، فضغط بورقة إيران
على اساس حتى في مباراه داخل المنتخب السعودي يقول انا ما العب في المنتخب. الان في تصريح لكامل زغير هو المتحدث الرسمي للاتحاد العراقي في وكاله الفرنسيه، يقول انه لن نلعب في الاراضي السعوديه، بما انه احنا خلونا نلعب في ارض محايده ما يبغوا ايران، ايضا السعوديه تلعب معنا في ارض محايده، فالصعوبات بتواجهنا من كل النواحي، لكن باذن الله يعني نعم. هنا ملعب وهناك ملعب، يعني ما عندنا مشكله برجاننا بوقفتنا بوقفه الاعلام بوقفه جميع رجالات الدوله مع هذا المنتخب ان شاء الله. حنقدم شيء كثير، حتى الاستقرار الفني يا اخوي عبد الله وضعنا كويس مع مارفك حقيقه، بنقدم مستويات كويسه، اللاعبين متعاونين مع المدرب، في امور كثيره مبشره بالخير، يعني نتائجنا في تصفيات اسيا كانت جيده، مستوياتنا كانت جيده، من زمان ما نشوف المنتخب بهذا المستوى. نعم. وان شاء الله الفتره الجايه يعني حتكون افضل بكثير. يعني بدر، يمكن المنتخب اللي يشوف جدول مبارياته، اول ما تكلم اي واحد يقول لك والله حنلعب مع استراليا والفريق، يعني انا استغرب ان نتحدث في مباراه امام المنتخب الاسترالي ونتناسى انه اول مباراه حتكون في تايلاند وثاني مباراه هي من خيارات العراق، يعني ما نعرف وين البلد المحايد اللي ممكن يختاره الاتحاد الاسيوي او الاتحاد الدولي لهالمباراه، وما بينهم الا 5 ايام وهم اول مباراتين حنلعبهم. خلونا نخلص من ذي 6 نقاط بعدين نفكر في 3 نقاط ممكن تجي. الامر الاخر، احنا اليوم نتحدث عن انه الانديه قد ترفض انه اعدادها البدني يكون للاعبيها مع المنتخب، وانه الانديه استلمت والانديه ابدت وجهه نظرها. اللي اعرفه انا حتى الان هذا برنامج، وحتى اداره المنتخب الفنيه والاداريه تعرف جيدا انه في شيء منطقي يجب ان يكون مع الانديه، لان الانديه عندها منافسات ونجاح الانديه من نجاح المنتخب، فلا يمكن ان انها مثلا تاخذ اللاعبين وتقول الانديه بكيفكم، انا مالي شغل وش ممكن تسوون. هو عمل تكاملي ما بين النادي والمنتخب بلا شك. عبد الله، من حيث انتهيت انا اعتقد انه احنا دورينا او انديتنا انديه محترفه، وبالتالي انت تتعامل وفق نظام الاحتراف، لذلك اداره المنتخب بلا شك ستراعي كل هذه الامور يعني تقوم بطلب بعض الاشياء وفق ما تقتضيه المصلحه العامه ووفق يعني أبجديات العمل الاحترافي. ليس من الممكن أن يتوقف الدوري لفترات طويلة، يعني أعتقد السنوات الماضية والمعسكرات اللي كانت في فترة اتحادات سابقة التي نعم. تستمر 2 أو 3 أشهر من الصعوبة بمكان عبد الله أنه يعني نعيد تلك المعسكرات. لذلك أنت تتكلم عن عالم احتراف وفق طلبات يعني محددة ومقننة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. من يتكلم عن مباراة المنتخب الأسترالي، حظوظ المنتخب السعودي متساوية تماما مع المنتخب الأسترالي. قبل انه تبدا المرحله القادمه احنا نتساوى مع جميع المنتخبات. انت تتكلم عن منتخب عريق ومنتخب بطل، لعب في 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 4 كؤوس عالم، حقق 3 كؤوس اسيويه. صحيح انه هذا من الماضي، والبكاء على الماضي لن يجدي نفعا ولن يدفعنا للامام، لكن اشاطركم نفس حاله الفأل شريطه، انه تكون مقرونه بعمل يعني جدير بالاحترام، عمل يواكب متطلبات المرحلة الحالية. عبد الله، أنت شايف الفترة الماضية كان هناك حراك جميل جدا من قبل سمو الرئيس العام لرعاية الشباب باجتماعه مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد، بعد بكم يوم جددوا عقد المدرب السيد مارفك. اليوم الكابتن زكي الصالح يجتمع مع اللجنة الفنية، هناك استشعار لأهمية المرحلة القادمة، هناك حراك جميل يشعرنا إلى أنه المرحلة القادمة تتطلب أنه نكون جميعا إعلام، جماهير، مسؤولي أندية، مسؤولين في الاتحادات أو في الاتحاد السعودي والرئاسة العامة، الكل لابد أن يكون يدا بيد، نقف صفا بصف مع أخضرنا، وبإذن الله سبحانه وتعالى يحقق الصقور الخضر المأمول منهم في الفترة القادمة ويتأهلون للمرة الخامسة بإذن الله. بإذن الله. قبل أن نغلق ملف المنتخب، أنا بالنسبة لي وحتى من هو مهتم، لدينا الثقة بكل من يقف على المنتخب السعودي، لكن في الأمور الفنية احنا عندنا 3 في اللجنة الفنية وطنيين عندهم إنجازات وخبرة ونثق بهم، يوسف عنبر وفيصل البدين وعمر باخشوين،
ويرأسهم يان، لكن هالثلاثة إن شاء الله أثق تماما أنهم سيضعون المنتخب نصب عيونهم وبيناقشون، وبإذن الله بإذن الله أننا حنشوف من الأخضر نقاط وفرحة بإذن الله. سأتحول لموضوع آخر، قرارات لجنة الاستئناف لليوم على مباراة الاتحاد والحزم، المباراة اللي نقلنا منها خمس دقائق أو ست دقائق يمكن من بداية المباراة، وبعدين عبد الرحمن المالكي بعد 20 دقيقة. يعني شاهدنا منظر لا يتكرر بالتأكيد، واكبناه في آخر شوط، ولكن اليوم الاستئناف تبت في موضوع نادي الحزم اللي رفعه وطلب فيه إلغاء القرارات الانضباطية. كل ذلك بعد الفاصل، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا في آخر شوط وآخر ربع ساعة. قرارات انضباطية، قرارات استئنافية من اللجان القضائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم وأمس، يمكن برضو كان حتى في قرارات على مباراة الرائد والتعاون ما بين الفريقين، الانضباط أصدرت قرارات القابلة للاستئناف. عموما خلونا نشوف أبرز القرارات اللي صدرت اليوم من لجنة الاستئناف، تحديدا فيما يخص موضوع الاتحاد والحزم. طبعا هي اللجنة قبلت الاحتجاج شكلا ورفضته من الموضوع وتأييد قرار لجنة الانضباط القاضي بإيقاع عقوبة على نادي الحزم لامتناعه اللعب في لقاء الاتحاد. طبعا كان هذا هو القرار. خلوني أعطيكم بعض الحيثيات شوية ولزملائنا أيضا للتعليق. أنه بنت لجنة الانضباط قرارها المستأنف عليه والمنوع عنه أعلام من الناحية الشكلية على اختصاصها بموجب لائحة الانضباط المعتمدة، ومن حيث الموضوع فبعد اطلاع اللجنة على خطابي رئيس المسابقات وتأجيل المباراة وتقريري حكم المباراة والمراقب الإداري، أقيمت مباراة بين فرق الاتحاد ونادي الحزم على استاد مدينة الملك عبدالله، ثبت لها بأن الرحلة المجدولة على الخطوط العربية السعودية ورقم الرحلة والمحجوز عليها للاعبي الفريق أقلعت الساعة 12:45 بعد منتصف الليل، ونصت المادة الخامسة من لائحة الانضباط على أن تطبق هذه اللائحة على كل من الأندية والمسؤولين واللاعبون، وحيث أن نادي الحزم يعد من الخاضعين لنصوص لائحة الانضباط وامتناعه عن حضور ولعب المباراة، وحيث أن الفقرة من المادة 32 من لائحة الانضباط نصت على أن الفرق التي تعاقب بإلغاء نتيجة المباراة تعتبر كأنها خسرت المباراة 3-0. بعدين تكلموا عن المستأنف بموجب خطاب كذا ومبرراته أو ملخص استئنافه، يدفع المستأنف بعدم صحة قرار الانضباط، وبأن المادة 56 من لائحة الانضباط تحدد فقط حالة التعمد والامتناع دون الحالات الأخرى، وخاصة حالة واقع الحال أي حالة وجود قوة قاهرة خارجة عن إدارة النادي. ويدفع المستأنف أيضا بأن المادة 102 من لائحة الانضباط تضمن حق الترافع أمام لجنة الانضباط وهو ما لم يتح له، واكتفت اللجنة بالاستماع للخصم أو لجنة المسابقات أو تقارير الحكام، وطالب النادي بقبول الاستئناف. طبعا ذكروا من حيث الموضوع يطعن في القرار ضده، وحيث أن هذا الطعن مردود بأسبابه الثلاثة، حيث أنه من الثابت من النص القرار وسائر أوراق المستأنف بأن اللجنة أو أوراق المستأنف مراعاة اللجنة للمانع الذي بينه والذي أدى إلى صدور هذا القرار، وقامت بالتحري في موضوع القضية واطلعت على خطابات اللجان ذات العلاقة، فعليه تتفق هذه اللجنة وسلامة الإجراءات بالنسبة لها، وأن قرار تأجيل المباراة اليوم التالي في الساعة 9 عملا من باللائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي في حال تعذر إقامة المباراة أو عدم استكمالها، وقالت أنها ترفض هذا الاستئناف وتثبت القرارات اللي كانت على الحزم، وهي أن لا يشترك الفريق في الموسم المقبل ويغرم 50,000 ويحرم أيضا هذه العقوبة. في الجانب الآخر اليوم برضو الانضباط شادين حيلهم، فعلا شادين حيلهم من تغيرت اللجنة وما في الجماعة شغالين، سواء العقوبات اللي داخل الملعب ولا حتى في الغرامات. اليوم كان في غرامة للجنة الانضباط، النادي الأهلي 10,000 لتأخره في تسليم قائمتي اللاعبين والجهاز الفني والإداري لمدة 25 دقيقة في لقاء الهلال، هذا أكثر شيء تقلق التلفزيون. وغرمت لجنة الانضباط نادي الهلال 100,000 ريال لقيام جماهيري برمي علب المياه باتجاه لاعب الفريق المنافس وساحة الملعب في لقاء الأهلي.
وكذلك من ضمن العقوبات غرامة وغرمت لجنة الانضباط نادي الهلال 10,000 ريال لتأخره في تسليم قائمتي اللاعبين والجهاز الفني والإداري لمدة 20 دقيقة في لقاء الأهلي. جماعة عطونا إياها بدري، والله تخدم الاستوديو وتخدم المراسلين بعد، أحس فيها نادي أول. لجنة الانضباط تغرم نادي الهلال 15,000 في تأخره في الدخول إلى الملعب لمدة دقيقتين مما أخر صافرة الشوط الثاني في لقاء الأهلي. والله الدقيقتين في عمر التلفزيون وفي عمر النقل وفي عمر المشاهدين حتى في ذيك المباراة كانت قوية وكبيرة. عموما واضح الدقة وواضح من هذه القرارات أنه طبعا في التزام ودقة. قررت لجنة الانضباط إيقاف مدرب هجر عبد الله الجنوبي 4 مباريات وتغريمي 20,000 ريال لتلفظي على حكم لقاء الاتحاد في المباراة الماضية. عتبنا عليك كابتن عبد الله. وغرمت لجنة الانضباط نادي الفيصل 10,000 ريال لتأخري في الدخول الملعب لمدة دقيقتين وتأخر صافرة الشوط الثاني في لقائه أمام نجران. خالد، ما تعليقك على أولا العقوبات الانضباطية واستمرارها وأنه اللجنة شغالة شيء بالملي، إشي دقيقتين، إشي ترمي علبة، إشي التلفظ تقارير، وكمان اليوم الاستئناف أعطتنا القرار يعني ما يخلينا في جدلية، أوضحت كل المسببات، وهذا اللي دائما نقول لا تعطينا سطر وتخلينا نبحث عن أسباب. جميل. في البداية بالنسبة لموضوع الحزم، يمكن احنا يعني تكلمنا في وقت مبكر وقلنا انه الحزم اخطأ ويعني يعتبر انسحابه متعمد. جميل. لخروجه من المطار والرحلة بعد ساعة، والموضوع طبيعي انه يرفض الاستئناف وانتهى. انضباط، بالنسبة للجنة الانضباط حقيقة يعني اللي انا شايفه يعني شيء مختلف عن السنين الماضية. احنا كنا من زمان نطالب انه يتم معاقبة الكل بالدقة نفسها بنفس الوقت بنفس التوقيت. نعم. بكل حذافير اللائحة تنفذ على جميع الأندية، وانا شايف انه الهلال عليه 3 غرامات، الاهلي ومن ثم فيصلي وهجر باستثناء الرائد والتعاون ايضا الغرامات الاخيرة. فأنا أعتقد أنه الوضع في صح أنه جاء متأخر، لكن أن تصل خيرا من أنك لا تصل. طيب. حقيقة أنا يعني أشكر لجنة الانضباط على تنفيذ اللائحة بحذافيرها، ولما الموس يكون على كل الروس صدقني ما حد يزعل. صحيح. ما حد يزعل، حيتلقى العقاب وهو مرتاح نفسيا. صحيح. بدر، تعليقك على أداء الانضباط وكذلك قرار الاستئناف اليوم؟ عبد الله، الآن يحق لنا أن نحترم القرارات الصادرة من لجنة الانضباط، نرفع القبعة احتراما لها لأنها يعني عاقبة وفق لائحة، يعني كل عقوبة أعتقد من وجهة نظري الشخصية أنها مبررة وفق اللائحة. لذلك يعني اليوم إحنا يحق لنا أن نفخر وأن نحترم هذه القرارات ونحترم اللجنة أيضا. ما يخص الحزم، أنا أعتقد أنه مثل ما قلت لك في حلقة ماضية، إدارة النادي كان كل تفكيرها في منافسات دوري الأولى وقضية الهبوط وعدمه. لذلك أنا أعتقد أنه رئيس النادي، خلينا بالعامية نقول لك، قدح من راسه ومشى الموضوع يعني من دون مغادرة إلى مدينة جدة. عبد الله، لما تتكلم عن الخطوط السعودية ترى 5 ساعات يعني أمر عادي جدا. لجنة المسابقات أجلت المباراة لك للمرة الثانية. نعم. أنت تمتنع عن المغادرة. لذلك مهما كان تعاطفنا عبد الله مع نادي الحزم، إلا أنا أعتقد أنه نقف بصف الرفض الاستئناف المقدم والانضباط من قبل نادي الحزم. الانضباط إيش رأيك؟ الانضباط انا اعتقد انه عقوبات مستحقه عبد الله. نعم. سواء النادي الهلال او النادي الاهلي، احنا نتمنى ان يتم تطبيقها على كل الانديه. اذا كانت الجماهير الهلاليه، وبالفعل. نعم. يعني خرجت بعض اللقطات للجماهير الهلاليه وهي ترمي العلب، لكن اليوم عبد الله بعد احقاقا للحق وعلشان ما نكيل بمكيالين، في بعض الصور وبعض اللقطات والمشاهد يعني شاهدناها في وسائل التواصل الاجتماعي للجماهير الأهلاوية وهي ترمي بعض اللاعبين في المباراة. لذلك يعني ثارت ثائرة البعض من قبل الجماهير. نعم. الهلالية. على كل، أنا أقف في صف لجنة الانضباط وأرحب بمثل هذه القرارات، ولكن. نعم. أتمنى من برنامج آخر شوط ومنك تحديدا عبد الله أنكم تفتحون ملف وقضية الأموال هذه اليوم 165,000 وين تروح؟
يعني احنا حتى هذه اللحظه ما احنا ابى اجردها عليهم. مصدر الاموال وين بتروح؟ مالك الا اجردها عليهم. عموما لا معليش عبد الله سم في السابق عبد الله سم في السابق كانوا يقولون لك في صندوق الوفاء. انا الهدف من كلامي هذا هناك العديد من اللاعبين السابقين في امس الحاجه، ظروفهم الماديه صعبه، صندوق الوفاء معطل تماما، هو اشبه بصندوق الجفاء من قبل اتحاد القدم. لذلك اتمنى عبد الله انه تفتح مثل هذه الملفات باذن الله قريبا. اشكر بدر الصقري من الخبر ضيفنا لهذا المساء، وكذلك خالد صايم الدار. وترى بحاسبكم، انا اعرف الحين من توقعته من بيفوز ومن بيخسر. شكرا لكم، نلتقيكم ان شاء الله في الاسبوع المقبل. شكرا خالد، شكرا بدر. شكرا اخوي عبد الله وشكرا لبدر. واذا تسمح لي دقيقه قبل ما تقفل للمنتخب السعودي، اتمنى سرعه تحديد اداره مستقله او مشرفه على المنتخب السعودي، يكون تحت رئاسه الامير عبد الله بن مساعد، لانه المنتخب حيمر بمرحلتين، نصفها لاحمد عيد ونصفها لاداره جديده. لضمان مخطط المنتخب اتمنى انه تكون اداره مستقله لكي نضمن انه في شغل وفي عمل دون تدخلات. شكرا لك خالد مره اخرى، شكرا بدر، الشكر موصول لكم ايضا انتم متابعينا. تذكروا باننا اجتهدنا من اجل ارضائكم. قبل ان نختم، شكرا نايف المطيري وعادل التركي من الاعداد، وادعوكم لمتابعه الزميل طارق الحماد في ضيف برو وضيفه الهام هذا المساء عمر السومة، وحديث البطولة وحديث الدوري وحديث أيضا الهدافين. أما أنا استودعكم الله ويكون سعيد لكم، نلتقيكم بداية من الأسبوع المقبل. أمان الله.